دلوقتي هنشوف ازاي نضيف بارامتر او نضيف معادلة حسابية في البريس كات. هقول له انا عايز الروم واقول له ده وركينج دروينج اوكي. اقول له انا عايز اضيف الاريا، عايز اضيف النيم بتاع الغرفة واقول له اوكي. هيبدأ يجيبهم لي بالشكل ده. طيب انا عايز اعرف النسبة المئوية الاريا دي قد ايه، فهقول له ضيف لي عملية حسابية بيرسنت تمام من الجراند توتال اوكي. هيبدأ يقول لي ان ده 27% على المجموع، ده 10%، ده 3%، ده 1% وهكذا. طيب عايز يضيف لي معادلة معينة، مثلا لو هي أصغر من 10% يجيب لي رقم معين. هقول له ضيف لي كالكوليت مثلا معادلة، المعادلة دي عبارة عن تكست عادي. هقول له اف لو، وافتح القوس واقول له لو الاريا اصغر من 10 متر، وبعد كده هشوف الحاجة الصح هتكتب ايه تمام. وبعد كده لو هي متطبقتش مثلا هنا اكس وهنا اوكي، يبقى هو كده هيشوف الشرط دوت. لو الشرط ده ما اتحققش هيجيب لي اكس، لو فعلا اقل من 10 هيكتب لي اوكي. ال 14 اكس، ال 4 وال 4 اوكي.